سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الاجواء الكبيره جدا، يسعدني ان اكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراه الكبيره المثيره المنتظره. اجواءها غير عاديه على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء ايضا صافيه، الطقس رائع جدا، بقي على اللاعبين ان يظهروا امكانياتهم الكبيره في مباراه اليوم وان يجعلونا نستمتع بكره قدم. اليوم من مدينة بازل السويسرية، معكم من ملعب سان جاكوب بارك، الملعب المميز لمظهره الرائع. أما الآن مع النشيد الوطني لبلجيكا. وركلة البداية، لمسة إلى الهجوم، يستعيد الكرة مرة أخرى، يبحث عن المهاجم تيليمانس، كاراسكو. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. تدخل جميل واعتراض أجمل. تلعب الكرة إلى الأمام. كاراسكو. قد تكون هذه فرصته. كرة طويلة للأمام. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ثورغن هازارد. تيليمانز. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يمر ويلعب كرة بينية. فرصة للتسديد. تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. كرة تمر بسلام على المدافعين.
ينجح في ابعادها عن مناطق الخطورة. فاتت ومرت وصلت إليه، تمريرة قوية أكثر من اللازم. لوكاكو يلعب كرة طويلة وصلت إليه، يا إلهي تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. كرة طولية مباشرة للأمام، ألدر فيرن يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ثورغن هازارد، وانتهى الشوط الأول. لم يحرزوا أهدافا بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوى الحظ اللي كان يواجههم. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن أمام الفريق المنهزم، 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. بينية إلى لوكاكو، لوكاكو تصدي رائع جدا من الحارس، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يلعبها طولية، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. مونير، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، يرسل كرة إلى الأمام، ثورغن هازارد، يا سلام على المهارة، هازارد، يا إلهي الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. نجحوا في تخليص كل الكرات، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين، ها هي التسديدة، الكرة الخط، التسديدة الثانية هنا، كان في موقع جيد حقا، تعامل مع الموقف ببراعة كبيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة. تيليمانس، مونير سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. لوكاكو، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، ميرتنز، لوكاكو يسيطر على الكرة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طولية إلى الأمام، تيليمانس، كرة طولية إلى الأمام، مونيب، ميرتنز، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ،
تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، يقطع الكرة، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. مرت الكرة بشكل قوي من لوكاكو، يا له من تصدي من حارس المرمى، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. سيتم التبديل الآن، هذه ضربة رأسية وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. الدفاع قدم أداء كبيرا هذا اليوم على الرغم من خطورة الهجوم للفريق المنافس. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ.